يوم جديد فلوق جديد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، اخباركم مسويين؟ ان شاء الله طيبين. لبسنا جاكيت خلاص، عرفنا الاجواء. حتى لو انك تشوف الشمس والدنيا حر، خذ معك جاكيت. شو يا جماعة، صحيت والدنيا مغيمة. ولا قبل فترة ماخذ الجاكيتات وحطهم على الجنب، اقول خلاص ما احتاجهم الا شوي، جيب اثنين رجعهم. طيب يا جماعة، اهلي ارسلوا لي اغراض والحمد لله اليوم لما صحيت من النوم حصلت هذه على الباب. فقبل ما ناكل ونسوي اي شيء نروح على مكتب البريد قبل ما يقفل. اتوقع كذا جاهزين. اي صح يا جماعة، جلست اقرا في التعليقات ولقيت الاغلب يقول اثنين هذه الكاميرا بطلة، تستاهل ناخذها. صعب اثنين، شكرا لكم. ان شاء الله اليوم نروح ناخذها ونحاول نطور من جودة الفلوقات. جهزنا ونتوجه على مكتب البريد. شوف يا جماعه، ولا مره قرينا ايش مكتوب هنا بالفلوق. Please shut door behind you. Will not close on its own. يعني لما تطلع سكر باب، ما راح يتسكر الحالة. ونشوف. تسكر الحالة. هذا باب الامل، مو اي باب. شكله باب الامل. طيب يا جماعه، تذكر شيء، اليوم المفروض نشوف القمر الازرق والدنيا مغيمه. يعني لا نقول ان شاء الله بنشوفه باذن الله. فني شفت كويس انه ما في زحمه اليوم الحمد لله. والله شكلها بتمطر اليوم. حلو، وصلنا عند الصيدليه لان مكتب البريد داخل. ندور لنا موقف هنا. هذا موقف. وصلنا. Excuse me. Excuse me. للأسف يا جماعة قالوا لي مو موجود، قال لي الشركة حاولوا يوصلونا لك، لكن ما كنت موجود في البيت. ايش قلت؟ كنت موجود بس كنت نايم، ما حد ينام يعني، ولأنه ويكند فما راح يوصل عندهم، بيرجع للشركة نفسها. لحظة دقيقة، ما خلصت السالفة. في يوم الاثنين ما يقدرون يجيبونا عشان يوم الاثنين إجازة هنا في فيكتوريا، في يوم الثلاثاء راح يفتحون ويجيبونا هنا، بعدين تعال يوم الثلاثاء وخذه، لكن مو مشكلة، نيجي يوم الثلاثاء. خطة بعدها، نروح مكتب البريد الثاني، نشوف إذا في أغراض وصلتنا. وصلنا المكان. وندور على موقف هنا. كويس البنك مفتوح. وهذا حصلنا موقف الحمد لله. تعرفون كيف يا جماعه، دام البنك مفتوح بنروح وناخذ قروش، عشان بكره الاحد هو يوم الشقه، وفي يوم الاحد البنك يكون مقفل، فهذه فرصتنا. واخذنا القروش، كل ما يحطونها لنا زي كذا احس كاني في القلعه، والله على ايام القلعه. ثانيا ترى ما رحت الا كم مره. لا امزح والله رحت كثير. طيب حاليا نيجي على مكتب البريد، والحمد لله مفتوح، خلاص الحين كل شيء مفتوح، فالخطه لا تاكل في البيت، اطلع زي كذا، خلص امورك، بعدين ارجع كل، علشان ما تسكر محلات. وصلت الاغراض وراح نفتحها اليوم في الليل ان شاء الله. طيب يا جماعه، الخطه الحين نروح لبس باي، الحق على كل شيء، سوي اللي تقدر عليه الحين قبل ما تقفل المحلات، لا تاكل. حاليا نتجه على محل الكترونيات ونشتري كاميرا ان شاء الله. وبدات تمطر على خفيف ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم جميعا، احنا حاليا في فلوق المزرعه وقاعد نصور النحل. انزل انزل اثنين، لا تقلب المواجع. احس غريبه كذا نمر من جنب المارت ولا ندخل، احسن ما قاعد نلبس بدله ونقول معاكم شركه مدري ايش. نروح نشتري كاميرا ونخلص. رغم البرد الا ان بعض الاطفال يسبحون والناس بالجاكيتات. ويا مرحبتين بسباي. طيب يا جماعه، ان شاء الله راح ناخذ هذه الكاميرا، لكن زي ما تشوفون الكراتين هذه فاضيه، خلونا فاضيه عشان ما حد يسرقها. مكتوب هنا اذا كنت تبغى هذه الكاميرا خذها الى خدمه العملاء، هم راح يعطونك، فان شاء الله بناخذها. وشرينا كاميرا جو برو يا جماعه، مبروك لنا جميعا. لا لا الحين نصور ونستانس. دقيقه قبل ما نرجع الشقه، اخر شيء عندنا نصلح الساعه، للاسف انقطعت، نروح نجمع الوايفير ونشوف محل ساعات ونصلحها. ما شاء الله تبارك الله، اليوم المجمع زحمه، والله جدا زحمه. ظهرنا في دوري هناك، اسمع صوت معلق وكوره وناس، والله على ايام الدوري في رمضان، والله وحشتنا هذه الايام. وهذا هو محل الساعات، بنشوف اذا يصلحونها ولا لا. للاسف الشديد طلعوا ما قدروا يصلحونها، فالخطه الحين نروح على المجمع اللي في وسط المدينه، لكن اول شيء نشوف جوجل اذا مفتوح الحين ولا لا. باقي نص ساعه ويسكر، وين الكامري؟ والله الزحمه. العقتون. يا
ولحقنا الحمد لله، المحل مفتوح. يا خسارة الركض بس، طالعوا ما يصلحونها. يقولون الحديد اللي هنا طاحت، ما نقدر نجيب زيها. مو مشكلة، حال نرجع شقة ونفتح الكاميرا الجديدة إن شاء الله. السيارة جالسة تشحن. أنا أقول لك باقي بطارية واحدة. وين صاحب هذه السيارة؟ بطارية فل، ترى أشحن سيارتي. يلا، ارجع افتح الكاميرا الجديدة. معنا الكاميرا والأغراض وندخل الشقة الحين. رجعنا يا جماعة بعد نومة أهل الكهف. نومة إيش؟ أهل الكهف يا جماعة. لا تقول أبدا تاخذ غفوة صغيرة، هذا كذب، صدقني تمسكها خمس ساعات. المهم يا جماعة جوعانين وحاليا راح نبدأ على فقرة خايف ريان إن شاء الله. اليوم بإذن الله راح نسوي شيء سهل، رز أبيض مع تونة، شيء خفيف ولذيذ والكل إن شاء الله يقدر يسويه. طيب في البداية إيش نسوي؟ نغلي الماي، راح نضيف ماي وننتظر ماي يغلي. بعد ما نشوف إن الماي بدأ يغلي ناخذ الزيت نقول بسم الله ونضيف شوي. وبعدها ناخذ الرز نضيفه هنا، بعدين نغسله ثلاث مرات. الخطوة الأخيرة للرز نقول بسم الله ونضيفه هنا. قبل ما نغطيه نضيف الملح ونتركه لمدة 10 دقائق. هذه العشر دقائق تبدأ تحضر المعتاد. وبعد 10 دقائق ناخذ التونة بسم الله ونضيفه على الرز الأبيض واخلط. سكر عليه دقائق. هنا يكون عندنا المعتاد والأفوكادو كل شيء جاهز. ننتظر الرز الأبيض مع التونة يخلص. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله. العشاء جاهز. قبل ما ابدا اسمي يا جماعه، العشاء هذا ما اخذ تقريبا 20 دقيقه. اذا يوم ما تبغى تاكل المطاعم مالك خلق تطلع ابد، هذا العشاء ما ياخذ وقت وخفيف. رز ابيض بالتونه مع خلطه الافوكادو بدون طماطم والمعتاد وبالعافيه عليك. طيب يا جماعه حاليا راح نبدا نسمي ان شاء الله وناكل. سمينا. طيب الحمد لله بعد العشاء حاليا راح نفتح الكاميرا الجديده ان شاء الله. في اكثر من شخص سالني اثنين تنصحني اشتري مثل هذه الكاميرا. نصيحتي انا صراحه اشوف هذه الكاميرا جدا بطله. اولا صغيره، ثانيا تقدر تصور فيديو بالساعات، ثالثا ضد المويه، رابعا واخيرا جودتها بطله، جدا بطله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، مبروك لنا يا جماعه. نحط البطاريه واشتغلت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكاميرا اشتغلت يا جماعه، تصويرها واضح ما شاء الله وكل شيء تمام. طيب ما في بطاريه، نحطها على الشحن. طيب يا جماعة لما البطارية تشحن نروح نشوف القمر الأزرق. يلا نروح. بسم الله الرحمن الرحيم، كذا نكون جاهزين وتبدأ رحلة البحث عن القمر الأزرق. ونطلع من باب الأمل ونبحث عن القمر. لما الحين ما نشوف أي شيء. أحد شاف القمر الأزرق يا شباب؟ ظاهرة كونية. يعني أول مرة قلنا التاريخ خطأ. أما الحين شوفوا هناك أشوف نور القمر. نروح من هذاك الاتجاه. وهذا هو القمر يا جماعة، لكن مو أزرق. هو في الشاشة كأنه أزرق هنا. عادي شكله. هذا لونه الطبيعي. طالعين من البيت شنطه وطاقيه ورحله البحث شايفين زي كذا حصلناه لونه ابيض. ليه كذا يا قمر؟ ما قالوا ظاهره كونيه وشي نادر؟ بس طبعا يا جماعه ما بنرجع شقه على طول، نروح تيم هورتنز وناخذ كوكيز. تستاهل الطلعه، تستاهل. غريبه مع ان اليوم سبت ويكند الا تيم هورتنز فاضي، ما في الا كم شخص بس. صراحه يا جماعه اشوف اشياء مغريه. هذا جدا بطل، لكن ناخذ الكوكيز اللي بالبينا بتر. سعره دولار و49 سنت. تبي ندري يا جماعه اذا طلبت من عندهم كوكيز تقدر تقول لهم يسخنونه ويسخنون لك اياه، طلع لك حار كذا احسن شيء. هذه كراسي جديده يا جماعه، هذه كراسي جديده، ما كان في هنا كراسي من قبل. فبنجلس هنا وناكل الكوكيز وقدامنا منظر القمر الابيض. الحمد لله يا رب، بعد ما خلصنا من الكوكيز نرجع شقه الحين. وهنا يظهر تجهيز احد الجيران لقدوم رمضان. امزح، معلقين الانوار هذه من كريسمس ولا ما شلوها، يبغى لنا احنا نعلق انوار رمضان. طيب شباب بعد ما رجعنا شقة حاليا نبدأ نفتح الأغراض اللي وصلتنا. نبدأ مع الشيء الأول، نقول بسم الله. استيكرات، هذا أغرب شيء وصلنا، استيكرات كثيرة. بس السؤال ليش؟ شيء جدا غريب. نوزعها نلصقها. من مين؟ من أحمد فروم ماروكو، أحمد من المغرب، شكرا لك أحمد. الشيء الثاني برف صغير، بطاقات فيها من عبد الرحمن سميط، شكرا عبد الرحمن، خليكم دائما متفائلين وايجابيين. عينك على الوان اتفاق اخضر واحمر. كتب لنا كلام كثير والله ما شاء الله تبارك الله. ما قصرت على الاشياء اللي ارسلتها، وباذن الله قريت الكلام اللي كتبته وان شاء الله قريب. والشيء الاخير علم. شو يا جماعه للامانه وصلتنا اعلام كثير، يعني صراحه ما يمدي نعلقها هنا، لازم نعلقها بعد برا الشقه، واذا علقناها هنا وبعدها جاتنا اعلام ما راح يكفي المكان، راح نضطر نشيل احد الاعلام ونحط علم مكانه، ما نبغى نزعل احد نشيل علم بلاده ويشوفنا بالفلوق واحنا نشيله، واهل هذيك البلاد يشوفون نشيل علمهم راح يزعلون طبعا، وما في مكان نعلقهم، لكن لكل مشكله حل، ايش راح نسوي؟ لما يوصلنا علم دوله راح نطبعه ونعلقه هنا، وبكذا يكون تكفي الاماكن، وحلينا هذه المشكله. طيب حاليا راح نطبع الاعلام اللي وصلتنا ان شاء الله، حفظنا الاعلام، حاليا نطبعهم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما طبعنا الاعلام وقصيناها حاليا راح نحطها هنا ان شاء الله. هنا علم الامارات وهنا علم قطر وبعدها علم الكويت. والله على اهل الامارات وقطر والكويت. هنا ان شاء الله راح نحط علم الجزائر وبعدها علم المغرب. والله على اهل الجزائر والمغرب. بنحبكم برشا 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 وبنحبكم بزاف. واخر علم وصلنا علم فلسطين. لله داركم يا اهل فلسطين، الله يحفظكم ويكتب لكم كل الخير ويبعدكم عن كل مكروه. حبايبنا اهل فلسطين، تعرفون كيف يا جماعة؟ ابدا لا احد يرسل علم، ما يحتاج تكلف على نفسك. صعبة نيان ان شاء الله راح اطبع كل اعلام الدول العربية واحطها هنا. حلينا المشكلة بفضل طريق الحمد لله. ممكن بعض ما يعرف شباب عندنا قناة ثانية اللي هي تون 16. هذه قناة ثانية نرفع عليها مقاطع خلف الكواليس، مقطع من احد الفلوقات، سنابات قديمة. كان البعض يقول ثنيان احنا ما لحقنا على سناباتك لما كنت في البيت القديم وايام الدباب الاخضر، السنابات موجودة الحمد لله وكل شيء، وراح ارفعها على اليوتيوب. في الايام اللي ما نزل في القناة الرئيسية راح ننزل مقاطع في القناة الثانية، وراح ننزل عليها بعد مقاطع ثانية قديمة ان شاء الله، ومقطع خلف الكواليس لهذا الشهر راح ينزل بداية الشهر الجاي ان شاء الله. فجلسين نشتغل على القناة ونقدم اللي نقدر عليه. وبكذا يكون وصلنا لمنهة المقطع. يعطيكم الف عافية على المشاهدة، شكرا لكم على اللايكات، شكرا على الدعم، شايف الهاشتاجات وشايف كل شيء صاير، الله يسعدكم جميعا. ولما اشوف زي كذا اقول يتون لازم تقدم شيء. وجلسين نشوف مكان نحط بيدليته هنا. يعطيكم الف عافيه على المشاهده. وسؤال اليوم يقول اي دوله عربيه ودك تزور؟ اكتبوا تحت في الكومنتات راح نشوف ايش هي الدول. كان معاكم ثنيان خالد اللي بحبكم بزاف، خليكم دائما متفنين وايجابيين ونشوف مكان جديد نروحه. ايش قلت؟ السلام عليكم. الله هنا والله بيتعب، توقع علشان كذا عضل. هو يوم شقه لازم نستانسه.